بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا اخوان، كما هو المعلوم لدى الجميع انه امبارح كانت حادثة شقفة بلوك وقعت على البطون، هي مش بلوك، شقفة بطون وقعت من السقف، مرأة كسرت الاسبست والله ستر الحمد لله رب العالمين. البنات، في واحدة من البنات اللي تعورت اللي خيطوا لها دانها، وهلا ان شاء الله بنحكي مع ولد البنت. مستاذه في امكانيه بعينك الله، احكي لنا ايش صار امبارح. احنا اول شيء احنا من جمعيه يافا، وطبعا احنا بنعمل زيارات للجميع طبعا، فحين حبينا هيك نسمع منك ايش صار بالضبط امبارح. انتم شايفين وقعت شافت بطونه من هون، كان هون في تخت طبقين تاع الاولاد. ايش هني شافت بطونه هيك؟ اجت متر ونص على 60 سنتي عرض، شاف كبير يعني العاد، وقعت من فوق على التخت هون وخبط بالبنت وقع على تحت. لما جيت انا بالليل هون، طب ايش طبقين تخت طبقين، البنت كانت نايمه فوق، انا وقعت البطون عليها، ربنا سطر بجد على جنبها يعني، خبط بدانها وانا باين بالصور في عندها مزعه بالدان مقطوبه دان ماكله هواي بالراس. اما جيت لهون كانت البطون هذه على الاولاد محطوطه بالليل، جيت طلعتهم وطلبت المساعده من الشباب، والله والله لطف شطر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مش شايفين الوضع هياته. طيب اول شيء طهور بالنسبه للولاد، البنت والولد كانوا نايمين هنا؟ البنت والولد كانوا نايمين. البنت طلعت من المستشفى؟ طلعت قبل شوي الحمد لله رب العالمين. طبعا مروا لها قطب قدام. ايش سووا لها؟ قطب قدام؟ قطب قدامها كلها مقطوبه من ورا من المزعت. يا الله. طيب سلامتكم. الله يسلمكم. طيب بارك الله فيكم، ان شاء الله احنا اي شيء بيلزم احنا بجمعيه يافا للاغاثه الانسانيه بارك الله فيكم مستعدين ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.